هذا النظام صراحة نظام جديد، نظام اسمه نظام مياه ضبابي، نظام ونظام الردع. هو باختصار تستخدمه في غسيل السيارات، يكون مياه مع هواء نفس الفكرة. استخدم بديل للرشاشات، رشاشات المياه استخدم هذا البديل، صار نظام. أو مثلا في صيانة في منشأة كبيرة لها صيانة، هاي تختصر عن مضخات الحريق، وتم استخدام هاي.